حمل 10 أشواط لسن الإذاع وثمانية أشواط لسن الثنايا. الشوط الأول يأتي مع الشامخة محمد بن حمد بن عويضان العامري. سلام إلى ند الشبا وسلام إلى أبو حمد وسلام إلى راعي شاهين. 5:57 جزءا واحدا من الثانية. تهانينا على هذا الفوز وعلى هذا التألق الكبير. شكرا عامر بن صقر الويبي. بينما يأتي ظليم الشاعر محمد بن حمد بن فطيس المري أحد الأسماء القوية الذي حقق التوقيت الأفضل في سن الإيداع بالفعل ب5:54 وصفاء وتماما وكمالا. شكرا أيضا سالم بن حمود المالكي على هذا الأداء الكبير. بينما يأتي الشوط الثالث فانطلقت من خلاله بحور لمحمد 3 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس سلاماتنا عيناوية بالفعل. شكرا راشد العمري. بينما يأتي شوطنا الرابع فظهر شعار أيضا عاشق السلالة الشاهينية ليأتي أحمد بن خليفة بن رشيد السويدي ليهديها لجميرة هذا الفوز والانتصار ب6:03 وفاء وتماما وكمالا. تهانينا والناموس. الشوط الخامس ظفرت به العاصمة لعوض بن خليفة بن زهرة الخيلي. فأكد شعار بن زهرة التدخل في الرمق الأخير حيث قطعت المسافة 6:03 وفاء وتماما وكمالا. يأتي الشوط السادس فكانت سمحة وظهر شعار رعي الرقود. شعار أيضا واحد من الشعارات القوية شعار رعي فعايل ليهديها لزاخر وهالي سيح صبره هذا الفوز والانتصار. سالم بن علي بن سالم العامري راعي الرقود بالفعل. 6:02 وجزئين من الثانية. تهانينا ناموس على هذا الفوز يا راعي سمحة بهذا الأداء. يأتي الشوط السابع فكان الشامي لسعيد بن بخيت بن سعيد الفلاحي واحد من الأسماء القوية والعملاقة الذي استطاع أن يفوز استراحة المحارب ب6:04 جزئين من الثانية. يأتي الشوط الثامن فعاد بن حمودة مرة أخرى كما قدم بحور يقدم مدلل الذي تدخل لمحمد بن علي بن حمودة الظهري فأكد هذا الفوز. فكان تألق العمري بالفوز والانتصار ب6:05 من الثانية. بينما يأتي الشوط التاسع الذي انطلقت فيه نيران فظهر شعار واحد من ابناء رماح فكان مبارك بن احمد بن مطر الخيلي اكد هذا الفوز والانتصار ب6:04.8 من الثانيه. تهانينا والناموس على فوز نيران. بينما شوطنا العاشر وختام اشواط الاذاعه ظهرت خيال لتتخيل هذا الفوز والناموس وتهدي عبيد بن سالم بن علي بن مران المنصوري هذا الأداء الوثباوي الجميل ب6:05.8 من الثانية. نبدأ بانطلاقة أشواط الثنايا. 8 أشواط قوية انطلقت من مسافة 5 كيلومترات والشوط الرئيسي وشوط السيارة الفاخرة النيسان بترول شتيشن ذهب مع صوغة لأحمد بن مظفر بن محمد بن خموش العامري ب7:37 7 أجزاء من الثانية. سلام يا راعي صوغة سلام وسلام سعيد بن مظفر على هذا التألق الكبير وسلالة نهاب. بينما يأتي متعب لعبد الرحمن بن سيف بن غدير العرياني يفوز هنا في الرمق الأخير فكان شوط فيه التنافس القوي وكان 7:44 7 أجزاءين من الثانية. بينما شوطنا الثالث الذي ذهب مع شقرة فظهر شعار ممثل السلطنة الدايم ومن طول الغيبات يا أبو الغنايم يا أبو سيف عبد الله بن سعيد العسكري ب7:43 7 أجزاء من الثانية. تهانينا الحمد بن محمد بن سالم الوهيبي سلام إلى منجم السبق هناك بولاية المضيبي على هذا الفوز. يأتي شوطنا الرابع فكان الفهد لأحمد بن محمد بن كراز المهيري الجنرال من تدخل بحنكة الكبار وبخبرة الكبار في الأمتار الأخيرة 7:40 8 أجزاء من الثانية. يأتي الشوط الخامس فكان مارب لمحمد بن عبيد بن عاضد أيضا المهيري فكانت مارب هي واحدة من الأسماء القوية التي أكدت لهالي سويحان بأنها اسما عملاقا وخطر وأهدت السلامات لهذا أيضا الشعار ولهذا المالك بأن أيضا أبناء سويحان متواجدين في مركاض أيضا سيح الشط. يأتي 7:43 في الوفاء والتمام والكمال. بينما شوطنا السادس ذهب مع هواجيس ومع سلالة منذر هنا أيضا يأتي يمع بن عتيق الرميثي فتألق خليفة بن يمع بن عتيق الرميثي على هذا الفوز ب7:41 5 أجزاء من الثانية. تهانينا أيضا والناموس للمختبر المجموعة العلمية المتقدمة على هذا الإنتاج الكبير وسلالة منذر. يأتي الشوط السابع فكان هملول لسعيد بن سالم
الرميتي بعد السمحة. ايضا هناك يمعة بن عتيج وياتي سعيد بن سالم الرميتي ليهديها للسمحة بسبع دقائق 38 ثانية 8 اجزاء من الثانية. التهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما ياتي شوط الختام فكان مصيح ايضا من ابناء السمحة لسعيد بن يمعة خادم الرميتي بسبع دقائق 47 ثانية واربع اجزاء من الثانية. تهانينا على هذا الفوز والانتصار على هذا الاداء الكبير والوفير هنا في ايضا مركز صيح الشط بسويحان. نذكر انطلاقه المساء مشاهدينا الاعزاء في تمام الساعه الثانيه والنصف من ظهيره هذا اليوم، كما ايضا نشكر كل الحاضرين والمتابعين وننوع عنايه الحاضرين التوجه الى خيمه المضياف هنا في الميدان ايضا لايضا تناول وجبه الافطار. شكرا للمخرج حسين السيد، شكرا موسى المندري، شكرا ايضا حمد الشحي في التنسيق، شكرا لمحمد بن مية العفاري، شكرا لكل الزملاء الذين تواصلوا معي بالوصف والتعليق. محدثكم سالم بن علي الحبسي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى الملتقى في تمام الساعه الثانيه والنصف من ظهيره هذا اليوم وفي مركز صيح الشط في سويحان، هذا المركز الذي انطلق يوم الامس ويختتم في هذا المساء الكبير بفكره رائعه وفكره جميله من سيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان حفظه الله.